في الساعه اللي طاحت علينا عيطنا للمقدم، عيط له جا شاف هذا الشيء، قال لي انا غنعلم القيد وباش ما كان غادي يجي. جا القيد ديال الدائره عندنا، دار هكا صور طلع الفوق عاود صور وهبط، قال لك هذا الشيء انا غادي نصيفط ليهم الجماعه وهم نتسناو امتى يجاوبوكم. مني عاوت انا سولت المقدم قال لي شوفي الا خفتي على راسك خرجي، الا خفتي على راسك خرجي ما تباتيش في الدار. ولكن انا خرج انا ولادي فين غنطيحوا في الزنقه؟ هذا الشيء كل مره كان تيطيح شويه تنقولوا شويه غادي يتصاوب غادي نصوبوا، مني بغينا نخدموا كاع ونجيبوا اللي غيتعلم علم اللي صوب قال لي ما يمكنش هاد الدار خصها تحيد كلها وتعاود جديده. اذا باش غتحيدها راه تقدري تقيسي ديور اخرين، الديور هنا شي شاد في شي. هي هذيك كنا باركين مع 11 ديال النهار، انا غادي نهبط غدا لخدمتي واحد الساعه حتى كنسمع داكشي داير زدو طاح السقف كامل الدار، ما نقولش لك الخلعه اللي بدا لي تخلعنا بركنا شلنا في هذا الشيء عيطنا نقد. لا لا كاينه واحد السيده مراه كبيره اصلا، راه هي مت هذه البنت معايا مراه كبيره ساكنه لا الوقت اللي طاح لا لا ما كان والو، لا ما كاين حتى شي واحد هنا. كاينه مراه كتعيش بوحدها عندها 65 عام ما عندهاش حتى المعيل، مراه كبيره راه هي دابا خرجنا صيفطنا عند خوها تبرك حيت تخلعات عندها لا طونسيون داكشي عيانة، صيفطنا عند خوها بركات قلنا لا تنشوفوا اش غيدير معنا المخزن. دابا انا دوك قالك سيري جيبوا خبره جيبي مهندس وخلصي ب 3500 درهم من عندك من عندي وعاد انا ندفعها، وديك الساعه الجماعه غادي يصيفطوا لنا هنا العماله ديال مولاي يوسف ويصيفطوا لنا الخبره ديالهم. باش غنصيفط انا على مهندس ونجيبو؟ انا راجلي من الناس اللي توقفوا مع الحفلات وداكشي ما خدامش كوفيد كامل، اضطريت انني انا خارجه وكنخدم على ولادي باش كنقري ولدي وعندي بنتي وحده اخرى باركه معايا وراجل حتى هو خدامه، انا كنخلص الماء نخلص الضو المعيشه كلشي مني ونزيد نجيب الخبره. انا دابا 20 عام هادي وانا ساكن 22 عام وانا ساكنه في هاد الدار. هاد الناس السيده اللي كاينه هنا راه 50 عام راجعت عند باقه صغيره، هاد السيده حتى هي كبرت هنايا في الدار كامله، ها هي كاينه يا امها مراه كبيره الا تبغي تشوفها راه كاينه. لا ما كاينه استفاده لا والو، حنا جانا بعدا شي حد باش نعرفوا واش كاينه استفاده واش كاين الاصلاح، حنا ما جانا حتى حد. من هذيك الساعه نقدم لي شاف هذه الحاله ما بقاش وصلنا، ما عطانا حتى شي حل ما داروا معانا. حنا بغينا غير نعرفوا اش نديروا، الا نخرجوا غنخرجوا هكا كنبركوا في الزنقه نزيدوا حتى حنا نكملوا على المجتمع ما كاينلاش. عندي كان يمكن شوفي هذه تقدر تهبط كلها. لا حنا جينا لتحت حتى حنا مخلوعين. شوفي حنا باركين والحفيظ الله، هادشي كنقولوا الله اللي كيستر والله اللي كيحفظ، ولكن انا ما نقدرش نخرج نكري ب 2000 درهم دابا في ظل هذه الازمه، ما يمكنش ليا. الا تكافيت مع المعيشه هذيك هي الدنيا وما فيها، عبايتين فايقين ما نعسناش في الشتاء والبرد. هاد الطرف هذا طاح هو البارح هذا ها هو ما قدوش نكونوا بحال هكا، بغينا غير حل، حنا ما طلبنا والو، بغينا حل، واش نبركوا نصلحوا، واش نخرجوا، بغينا حل باش نعسوا مرتاحين حتى حنا بحالنا بحال الناس، الناس اللي مسؤولين بهذا الشيء، رئيس ديال الجماعة عندنا، اللجنة ديال اللي كتخرج هكا باش المعاينة ديال الديور، هما اللي بغيتهم يجيو يديروا، عطيونا حل، حتى حنا يعطيونا وقت كأي مواطنين، متضرين بهذا الشيء. أنا بنتي ما بقاتش بغات تبرك ليا في الدار، قالت لي ماما ما نقدرش أنا نعيش واحد الدار وأنا غدا وبعد غدا غنلقى راسي نازل لتحت، ما يمكنش. مسؤولية شي ديال الإهمال، هذا إهمال شوية منا حنا لأن هذا الشيء قديم، والثانية بأن السلطة باش سيمانة وتخلينا هنا وما جات حتى شي واحد دق علينا الباب، راه إهمال. وأنا براسي تفاجأت يعني أنه يلا ربط الاتصال بالسيد الباشا عاجلا، يعني أنه حتى هو لقيت راسو ما فراسوش المشكل، قلت له راه حنا كنتواجدوا يعني أنه كاينة كارثة لدرجة أنه في الوقيتة اللي جيت راه مفاجئ هذا الشيء، يعني السوارت كله مهرسين في أي لحظة ممكن أنه حنايا ممكن أنه تنزل بينا، يعني الوضع اللي كاين الآن بحكم اننا كنواكبوا هذه الساكنه وهذا، يعني انه التواجد ديالنا في هذا المكان هذا في اي لحظه يعني انه الا وقعت شي حاجه خصنا نتوجهوا لهذاك البيت، لانه الانهيار الا كان غادي يكون في هذا الجانب هذا احتياطيا بحكم اننا كنتعاملوا مع هذه المسائل بحال هكذا. حنا على المباشر ماشي مشكل، غير نكملوا يعني بالنسبه لنا هاد الامهات الا لاحظتوا وهذه الطريقه بدينا كنلاحظوا عند الناس بزاف. جو كخوا ان فاطمه الزهراء تفاجاتي ملي كيقولوا لك حنا اللي دارها الله هي اللي كاينه، علاش؟ لان الناس الى خرج يدير كيطون غيقولوا ليه لا، كيت خاص تكون عندنا باش نغولوجيو عند الناس، يعني انه نديو للمؤسسه ولا نلقاو ليه الحل. ما يمكنش هذا الوضع هذا ويجي المقدم يشوف ويمشي وهما السوارت كلهم مهرسين. دابا حنا في الطبق لانه هنايا السوارت كلهم تحلوا، يعني هذا الفيرابيطون ستادير الناس ديال البني راه كيعرفوا اي طاسرون غيكون كيشوف فينا الا شي هزيتو الكاميرا الفوق غادي يبان له هذا الفيرابيطون دابا اللي مديور كله تصدى كله دخل له الماء وبدا كيتفرقع، يعني هاد الطروفه اللي طايحين هو النص
لان الا كان هذاك الكاليبر ديال الفيرابيتون ديال 10 وتقسم على جوج يعني ما بقى شاده حتى حاجه، هو انه الفيرابيتون ديال الدار اللي كاين الفوق كله دخل له الماء وتقسم، هادو النصوصه ديالو كيفاش تحل يعني الا زيت الكاميرا غادي يبان لك الساروت اللي ديز كله حتى هو محلول، صادق ان الوضعيه هي وضعيه خطيره وخاص بطريقه استعجاليه يلتحقوا بين المسؤولين ويحاولوا يسووا الوضعيه، ماشي نجي خايف على الكرسي ديالي نقول لهاد الناس سيروا، هاد الناس ديروا الخبره من عندكم، ملي كتقول ليه دير الخبره هادي ما محتاجاش الخبره كاع، هادي محتاجه الاخلاء الفوري، يعني الاخلاء الفوري ولكن غتعطي الناس فين غادي يمشيو، ماشي الاخلاء الفوري وتقول لها سيري عند العائله وسيري طل، لان هاد الناس كبار كون هما عندهم الحلول كون ما غيبقاوش كيعرضوا راسهم للخطر، يعني هادو ولاو بحال في ساحه حرب ولاو مولفين انهم اللي كيقول لك بحال هكا كيقول لك يدار الله يلك هنا، لانه عارف الا درت كيطون ما غيخليوهاش، الا مشاو لشي مكان واحد اخر ما عندهمش فين غادي يمشيو، كيتخصنا الحلول، ما يمكنش نتسناو حتى توقع الكارثه ويكون عندنا الارواح، وهادشي راه ماشي اول مره كنلاحظوه، يعني الوقيته اللي كتكون عندنا شي موت ولا كتكون عندنا شي حاجه كيجي وكيبدا القرعه كتعجل وكيبدا التسريع ديال الوتيره، حدا ما كتكونش عندنا الموت فهذه تسمى حاله عاديه في نظر المسؤولين، وفي المحج الملكي وفي السباته ما نتسناوش تيوقع المشكل عدم دوجيين، نقول اليوم ندق ناقوس الخطر انهم المسؤولين يجيو يتوجهوا ويلقاو الحل، ماشي غير سير باش نخوي بلاصتي وسد ليا وسير وبقى كتجري، يعني الحلول الاتصال بالبنكة اللي غتاخذ المشكل، الوثائق ديالهم يتم التسريع، ندير واحد الكيشي هناك نسرعوا الوثائق نسرعوا العمليه باش يمكن نديروا الانقاذ. انا ام ثلاثه ديال الدريات، زوج عندي مزوجين وعندي ثلاثه ديال الحفايد الحمد لله، وكنعيش من عرق كتافي وكنوكل وليداتي وعايشه، ولو كان بامكاني انني نخرج ونمشي نكري بلاصه اخرى ب 2000 درهم ما غنبقاش دقيق، لان هذا الوضع يجي في الشا ويعيشوا ويجي في الصهد ويعيشوا ويعيش في هذا الردم كامل ونشوف واش غادي يستحمل يعيش في ليله في الردم. الحاجه الوحيده اللي كنطلب الله سبحانه هو انه يعطينا صحيحتنا ويقاد البصر معنا، وباش ما كتب الله الموت غنموتوها، واخا نكونوا غادي غير على حيط وطاح الردم وغادي يقتلني غيكون سبابي غادي نموت به، ماشي غير في داري وسط داري مع ولادي، انا مقتنعه بالقدر ديال الله كيف ما كان، وانا ما بغيتش، انا السلطه ماشي كنطلب باش تعطيني دار، انا كنطلبهم يدوروا وجههم يشوفوا فينا ويعطيونا حل. الا كان الخروج واخا الانسان تقاتل وكاع ومشى عند عائلته وخدا شويه هكا وشويه هكا ومشى كرا ماشي مشكل، ولكن نعرف الحل اشنا هو، ماشي نخرج ندير كيطون واللي داز غادي يقول واش واش داروا كيطون داروا الزنقه داروا هذا، لان هذاك ماشي حل. اذا غمدنا عينينا وحليناهم من هنا 15 عام المتر مربع هنا غادي يولي 200,000 درهم، متر واحد في هذه فين واقفين اليوم غادي يسوى 20 مليون، لانه هاد المشاريع اللي كدار على مستوى الشاطئ الساحلي اللي كدار فيها المارينا، يعني حنا 120 متر على المارينا كتطلع لنا المارينا، يعني الناس القدام كيعرفوا الاكواريوم كيعرفوا المعرض الدولي، هاد المساحه كلها هو مشروع ديال الدوله، مشروع ديال المحج الملكي، المرحوم الحسن الثاني في 1989 الله يرحمه بغى يربط مسجد الحسن الثاني بساحه الامم المتحده، اذا هادو ما كانش خصهم يكونوا دور على السقوط، كان خصهم يكونوا في اطار نزع الملكيه بقدرة قادر باش ما ندخلوش، لأنه الوقت لا يسعنا أنا باش ندخلو، علاش هادو كانوا نورمال مخصة تكون نزع الملكية خصهم يتعوضوا، لأن الدولة هي التي أرادت أن تستثمر في هاد المكان هذا هاد لازون هادي، بقدرة قادر تمنع عليهم الإصلاحات خلاهم وصلوا دابا لآيل السقوط، الآيل السقوط على مستوى المغرب كامل كيمشي بمئة ألف درهم، إذا هاد الناس هادو أو لا الناس اللي ماسكين بالمشروع عارفين خدامين محد المارينا كطلع الطريق غادا، عارفين بانه هنا كنهضروا على واحد 30 40 عام ما غنبقاوش نشوفوا هاد الامهات وهاد الناس هكذا، غادي نبداو نشوفوا استثمارات كبرى وغنشوف اذا كيتخصنا هاد الناس هادو، ولكن هاد الناس هادو هاد الناس كيتخصهم ما يحسوش بانه عندهم عدم الانتماء، هذاك لو ليان سوسيال هذاك الرابط الاجتماعي خاص حس انه غدا ملي غادا تجي تزور هنايا غتعرف بان راه كانت كتسكن هنا وتبنى واحد المشروع كبير، ما نخليوش هذاك الحقد الاجتماعي اللي كيوقع مثلا غير كتكون عندنا ملعب الوقيته اللي كتكون عندنا لقاءات ديال كره القدم وهذا وكيبان لك وحدين جاو كيقول لك ما هادو جاو كيهرسوا الطوبيسات، راه هاد الشعور بعدم الانتماء وهذا الشيء اللي كتخليه كيعيشوا بهكا كيبدا يحس داك الشيء ماشي ديالو، تحس بالاقصاء في بلادو، تحس بالاقصاء في وسط
راه اذا هذه الرساله اللي كنتكلم بها انا هي كيتكلموا بها نيت الضحايا، يعني هذاك الاقصاء غدا غتبان لي انا عمره وغنقول انا بقاو عليا وخلوني في الموت وهذا، وفي الاخر لاحوني وفي الاخر لاحوني للضواحي، في الاخر لاحوني للضواحي وخلوا هذه الامور.